السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الدفاع النيابية تكشف عن موعد تطبيق نظام البديل لكافة قطعات الجيش. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو استمرار لجنته بالعمل على تطبيق نظام البديل في المؤسسات الأمنية بالتنسيق مع رئاسة أركان الجيش، مبينا أن رئاسة الأركان أنهت الإجراءات وسيتم تطبيق النظام خلال الأيام المقبلة. وقال في حديث أن لجنة الأمن والدفاع النيابية لن تترك قضية تطبيق نظام البديل لقوات الجيش وضمان الالتزام به من قبل الوزارة، أضاف أن الأيام المقبلة ستشهد تطبيق نظام البديل على باقي القطعات العسكرية التابعة للجيش العراقي، مشيرا إلى أن رئاسة أركان الجيش بدأت فعليا بتنفيذ الأوامر المتعلقة بتطبيق نظام البديل في الجيش العراقي على مراحل، وتابع أن تطبيق نظام البديل هو مطلب لجميع أبناء الجيش العراقي وأن الأمور تسير بالشكل الصحيح نحو تنفيذه على باقي القطعات العسكرية في قادم الأيام. وكان الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول قد أكد في وقت سابق بأن وزير الدفاع ثابت محمد سعيد ماضي بنظام البديل،